طيب ننتقل بقى من هذا الخبر إلى إيه بقى؟ اللهم بلغنا شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله عليكم. هيبقى يوم 2 إبريل كده، فاضل كام يوم يا طه؟ قلت لي 39 يوم. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا يا رب قبل رمضان رزق واسع طيب، وارزقنا في رمضان وبعد رمضان وكل الأيام كل الرزق مش بس الفلوس. هي الفلوس حلوة برضو ما فيش كلام، المهم يعني ضوابط صلاة التراويح إن شاء الله في شهر رمضان بعد قرار فتح كل المساجد لصلاة التراويح. دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، يا أهلا 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 أهلا، إزي حضرتك؟ أستاذ يوسف مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل مشاهدين برنامج حضرتك المحترم. مساء النور، ربنا يخليك. وكل عام وحضرتك بخير، وكل عام وكل المشاهدين وحضرتك طيب يا دكتور، ربنا يخليك. وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير وصحة ودايما في أحسن والتقدم يا رب إن شاء الله. يا رب وكل الناس تبقى زي الفل وبخير، اللهم آمين. اللهم آمين بإذن الله. بقى إحنا عايزين نعرف منك كده بتبسيطك الرائع القواعد بتاعتنا في صلاة التراويح بإذن الله، وإيه حكاية المساجد كلها تبقى مفتوحة؟ طيب خليني أبدأ الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. كل عام وكل مصرنا الحبيب بألف خير يا رب إن شاء الله، وصلى الله أن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب إن شاء الله. يا رب. وخليني أقول لحضرتك إن وزارة الأوقاف المصرية شكلت غرفة عمليات برئاسة السيد رئيس القطاع الديني علشان يكون في متابعه دائمه ومستديمه لكل استعدادات الوزاره لاستقبال الشهر الكريم، وده من خلال صيانه المساجد وتجديد فرشها والاشراف على عمليات التعقيم والنظافه وتكثيفها قبل حلول شهر رمضان الكريم. الى جانب ان الوزاره عملت على اعداد عدد من البرامج الدعويه من ابتهالات وتلاوات وبرامج علميه وخواطر دعويه وفتاوى رمضانيه، فضلا طبعا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضل. حلو. خليني أؤكد مع حضرتك وأؤكد على السادة المشاهدين إن إحنا ما زلنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المساجد علشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على غيرنا، ونتعاون مع كل العاملين في وزارة الأوقاف من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية اللي من شأنها اللي هي تحافظ على الإنسان وأحافظ على غيري وأيضا أحافظ على إقامة الشعيرة. يعني إحنا عايزين نحافظ على إن إحنا نصلي التراويح في المساجد، وإن ما فيش أي مسجد يتعرض للإغلاق نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. خليني أؤكد مع حضرتك مرة تانية على الضوابط اللي تم تحديدها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، ان احنا حضرتك واحنا لا رايحين لصلاه التراويح او اي صلاه في المسجد هنلتزم بارتداء الكمامه، وده حفاظا على حضرتك وحفاظا على المصلي اللي جنب حضرتك. جميل. وهنلتزم باحضار المصلي الشخصي ونحافظ على اجراءات التباعد داخل المسجد. عظيم. ومن هنا خليني اؤكد مع حضرتك احنا دائما ما تؤكد عليه وزارة الأوقاف المصرية دايما إن الرأي الديني بيأتي في الأمور الطبية بعد الرأي الطبي. جميل. ده بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فإحنا بنؤكد دائما على إن رأي الطب في الأمور الطبية بيأتي أولا ثم يأتي بعد ذلك الرأي الديني. فإحنا بنفس الضوابط يا أستاذ يوسف اللي عملنا بيها في شهر رمضان في العام الماضي سوف نعمل بها في المساجد، ولكن أيوه عندنا مصليات السيدات في هذا العام تم التوجيه لجميع سادة مديري المديريات بأنهم ليس هناك مانع من فتح مصليات السيدات، ولكن بشرط أن يكون هناك واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف المصرية أو معينة أو متطوعة أو معلمة تشرف الإدارة التابع لها المسجد على فتح المصلى حتى نتأكد من تحقيق الإجراءات والضوابط الاحترازية داخل المصلى. وده هيكون هناك تفتيش مكثف على جميع المساجد وعلى جميع المصليات حتى نتأكد من تحقيق كامل الإجراءات الاحترازية. طب أنا عندي طلب. اتفضل يا فندم. خلينا في المعينين.
ليه بقى؟ المعين عارف هيعمل ايه، والمعين او المعينه يعني بالتحديد عارفه هتتفاهم مع المصليات ازاي، وكمان اذا لا قدر الله حصل شيء ما هي عارفه هتتعامل ازاي بلطف وبلياقه، واذا افترضنا جدلا ان هي اللي تشددت في التعامل مع حد ساعتها احنا هنعرف نرجع لكم كوزاره. اما مساله التطوع وما الى ذلك بلاش منها دلوقتي. لا يا فندم، ما هو خلينا بس اراجع مع حضرتك حاجه بسيطه. كلمه واعظه متطوعه دي تحت اشرافنا، وجبناها واختبرناها وعارفين مستواها وعارفين شخصيتها وعارفين هي نفسها تحديدا. يعني كلمه واعظه متطوعه دي عندنا يا فندم يعني هي مع وزاره الاوقاف ودخلت اختبار الواعظات شفوي وتحريري وتم اعتمادها كواعظه متطوعه في وزاره الاوقاف. ماشي، يعني إذا افترضنا مثلا أنه حصل في الأمور أمور، أنا أقدر أرجع لوزارة الأوقاف أقول لهم والله في المكان الفلاني الواعظة الفلانية بدر منها ذلك؟ طبعا طبعا يا أستاذ يوسف طبعا، وهناك إشراف كامل من الإدارة اللي بيتبع عليها المسجد، ثم الإدارة دي عليها إشراف من المديرية وتفتيش برضو من المديرية. حلو. ثم هناك تفتيش آخر من الوزارة اللي هو التفتيش العام على المديرية وعلى المساجد. كلام جميل. طيب المساجد اللي هتبقى مفتوحة أمام المصلين والمصليات بإذن الله في خلال شهر رمضان لصلوات التراويح أو لأي من الصلوات على مدار اليوم، هيبقى نوعية معينة من المساجد؟ يعني هل هي المساجد الكبرى التي مثلا بيبقى فيها صلاة العيدين على سبيل المثال، ولا أنه لأ هنروح لمساجد أصغر وما إلى ذلك؟ هي احنا يا استاذ يوسف حتى الان بنعمل بنفس ضوابط العام الماضي رمضان اللي فات. نعم، نسخه ضوابط عظيم جدا الضوابط. نسخه طبق ولكن الاصل، ما اشرنا اليه في ان احنا مصليات السيدات التي سيتم تنظيم العمل بها هو ما تم الاختلاف عنه عن العام الماضي. ده احنا مش هنسميه الاختلاف، ده احنا هنسميه الاضافه الجيده، الاضافه. نعم. الحسنه. نعم، البشرة الحسنة. أيوة. ولكن بنؤكد مرة تانية يا أستاذ يوسف من خلال برنامج سيادتك المحترم ومن خلال منصة حضرتك إن إحنا نتعاون جميعا ولا نتساهل أبدا في تطبيق الإجراءات الافتراضية، حفاظا على الـ النفس البشرية. والذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا أيضا باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات الحفاظ على النفس الإنسانية. 100% كلام سليم ورائع وعظيم، نحييكم عليه وبشكرك مرة تانية يا دكتور، وكل سنة وكلنا طيبين، حضراتكم جميعا في الوزارة طيبين، كل الناس كل مصر كل البشرية طيبة، كل الشكر دكتور عبد الله حسن متحدثا عن وزارة الأوقاف.